إلا الله محمد رسول الله. الطير يطير سبحان الله، يعني من أمامنا وأمام الشمس سبحان الله. اليوم خاطرتي المقر محجوز اليومية، مريت أمس على منطقة ولا أقرأ زاوية والله سبحان الله. على قولة الوالد يقول يا ابني كل واحد يقدر يختار بيته وهذا، بس قبره ما يقدر سبحان الله، المقر محجوز. يا كل شيء بالدنيا يعني يمكن تقدر تحجز إلا استغفر الله النفس، الشمس، يعني الملك الملكوت. قال وارد درس السيد ساش من سعد رفع وزينا بشيخ الطريق رفع السمي المنصوري، يقول يعني في أشياء يقول الإنسان يشوفها بس ما يملكها. فالمقر محجوز، أين المقر وأين المفر؟ ما هو الفرق بين المقر والمفر؟ المقر الإنسان اللي موجود فيه لكن المفر بهرب منه. إيه والله، والمحجوز والمحجوب والله طقم طاقق على قولة مرات على وبعدين يسيبوها تصير ارض، يعني بعدين التصويت بوسه اللي فايز واللي هذا هارد لك سبحان الله. فهي سبحان الله يعني دنيا فيها عبر يا ناس نعتبر. شوفوا الحين المقبره هني، يعني سبحان الله مقبره الصليبخات الكويت وكل اراضي الله، الله في اراضي حتى الوقت كان يقول ابو يعقوب رفع بدرسه يقول في اراضي الله حاجزها قبور، يقول له وارض حاجزها بيوت، ومرات تتقلب يقول ترجع بيوت قصور بحر. هذا هني مقبره السبخات كلها القى فيها صدف، يمكن كان بحر اول، البحر اول يمكن، لان البحر يعني هدام وايد دفان. فسبحان الله يعني حتى يعني الحين المرشحين مجلس الامه ان شاء الله يشوف نساء هالمره، والقدماء والجدد ما شاء الله ما شاء سبحان الله مثل محجوزين ومشدوهين يفكرون بالمستقبل. يعني احنا ترى نعمل لا اللي احنا مو مرشحين بس ناخبين، ان احنا ما نفكر حتى اللي نعزهم بس ما نفكر تفكيرهم، ممكن ما ينامون يمكن يحاتون. فمحجوزين، والمقر كل واحد يبي يشوف مقره وين، يبي الكرسي سبحان الله. فالكرسي يعني محجوز، هل مضمون؟ اي والله. فاين المقر واين المفر؟ انا المقر عندكم. اي والله يا رب، عند الله ورسوله على بيته واصحابه والساده الصوفيه والجميع. فهي سبحان الله، شوف الطير يطير بس هو عارف وين مقره، كل طير يذكر وين عشه سبحان الله. فهالدنيا يعني لازم نتعلم منها. قر يقر، اي والله باللغه العربيه يقول مره قر يعني قره، أقر في مرات يعني بالمحكمة وهذا يقول أقر المتهم. أيوة. ويغر الطير يعني الأم وأبوه يغرونه. وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور، هذه الغين. فسبحان الله، هو الإنسان ما على الرسول إلا البلاغ، يعني سبحان الله يحاتي وإلى الله المصير. يا رب يكون